بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اخوكم نور الحق. النهاردة هنقدم لكم عربية سوزوكي فان موديل 2016، عربية حالتها ممتازة جدا وسعرها حنين جدا جدا. العربية مرور المعادي وفيها رخصة سنة ونص وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص من الزيرو، وهي مع شخص واحد بس. موديل 2016 مرور المعادي فيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. العربية دي كرشة من بره نظافة وفيها القايم الشمال من جوه، بقيت العربية سليمة، فيها مكنة وعفشة وآلة تجرب حالة ممتازة جدا. المكنة حالتها ممتازة جدا. موديل 2016 مرور المعادي. العربية دي سعرها في الكاش عامل 69,000 جنيه بس. سعرها في الكاش عامل 69,000 جنيه بس. موديل 2016 مرور المعادي وفيها رخصة سنة ونص وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص، يعني ممكن تجددها وترخصها باسم صاحبها تاني لو انت حابب. موديل 2016 مرور المعادي، مكنة وعفشة وآلة جر بحالة ممتازة جدا. المكنة حالتها مية مية. موديل 2016 سعرها في الكاش عامل 69,000 جنيه بس. 2016 ب69,000 جنيه بس. 2016 ده في حالة الكاش. اما لو في حالة القسط المقدم بتاعها 35,000 جنيه بس. لو انت هتاخدها قسط المقدم بتاعها 35,000 جنيه بس. موديل 2016. طب لو هتاخدها كاش، قلنا كاش سعرها 69,000 جنيه بس. موديل 2016 مرور المعادي فيها رخصة سنة ونص وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. عربية تأكل لقمة عيش وتفتح بدل البيت بيتين وتعينك على المعيشة، وحالتها ممتازة جدا. موديل 2016 من الزيرو وهي مع شخص واحد بس. قلنا ان العربية رشة كلها من بره نظافة ورشة القايم الشمال من جوه، بقيت العربية سليمة. موديل 2016 قلنا سعرها في الكاش عامل 69,000 جنيه، ولو هتاخدها قسط بالتقسيط المريح المقدم بتاعها 35,000 جنيه بس. موديل 2016 مرور المعادي فيها رخصة سنة ونص وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص، يعني ممكن تجددها وترخصها باسم المالك الاولاني تاني، وهي من الزيرو مع شخص واحد بس. البيع نقدا او بالتقسيط المريح. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في حلقات قادمة.